بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، مستمعينا مشاهدينا الأفاضل في كل مكان. مباراة الاتحاد السوفي أمام نظيره اتحاد الحراش، مباراة أكثر من رائعة الأحراج الآن دخول اللاعبين. دخول اللاعبين في هذه اللحظات، لحظات يقدر صفر يطلق الحكم، صافرة بداية المباراة الاتحاد السوفي واتحاد حرش. الاتحاد السوفي اليوم بقيادة اللاعب أنور ميدون بطبيعة الحال. حاولوا يشاركونا هذا المتعة على وسائل التواصل الاجتماعي، نتمكن الجميع من مشاهدة هذا البث المباشر. نرحب بكل من يلتحق بنا في هذه اللحظات، صالح حبيبي، سيد سعد، ايضا عبد الباسط، صالح صولد، بوعافيه زهير، عمار عياشي، عيساني عبدو، مرحبا بكم كامل. عماد ايضا. عشاق وانصار الاتحاد السوفي في هذه المباراة الحاسمة. عبد الباري يلتحق بنا، صالح صوت الدربي يحضر ويا من الحراش، حياتنا ليك والى كل سكان ولايه الحراش، مرحبا بكم هنا في ملعب شط بيناكم وعائلتكم الثانيه هنا الاتحاد السوفي بطبيعه الحال. مباراه ممتعه ستكون جدا بطبيعه الحال. كما قلت قبل قليل انه الاتحاد السوفي اليوم في حراس المرمى كاميني ليس كالعاده في خيري، لكن الحارس الثاني اليوم كاميني هو في حراس المرمى. خط الدفاع يلعب ايضا الروفة بطبيعه الحال كرقم اربعه ولاول مره، ايضا غدا بنجاره وعبد السميع هشام. طويله من هناك الى باسل سهيل، تخرج كرة ركنية يقول سيد الحكم لصالح الاتحاد السوفي. نعم ركنية لصالح فريق الاتحاد السوفي في تنفيذها الهدف. هدف ركنية يمكن يكون هدف الأول، هدف يا سعد تمريرة الركنية طويلة بنجارة يا بنجارة، صعبة لكن الدفاع كان بالمرصاد. من هنالك حسن، نعم عيدة ضربة مرمى، لا حارس المرمى لا بالمرصاد. شاركونا هذا البث على وسائل التواصل نتمكنوا من يتمكن الجميع مشاهدة هذا اللايف. كرة طويلة
الى كاميني من هناك الى حارس مرمى الاتحاد السوفي كاميني. عبد السماع يبحث عن المسانده من هناك. كره خاطئه كان يبحث عن هدف عبد السماع. كره حراشيه الان من رقم 15 يعطيها يرجح على الدفاع. شاركونا مستمعينا ومشاهدينا الافاضل هذا البث على اوسع نطاق مباراه الاتحاد السوفي الاتحاد الحراش. ثلاث دقائق لعب من عمر المباراه، ما زلنا في البدايه صفر مقابل صفر. انور بدون من هناك الهربه. ياسين بن عماره، ياسين يواصل، ياسين يتوغل، ياسين يدخل يقطع دفاع روديغير الى امير يحيى. امير يرشح الغدا بن جاره من هناك الى من ياسين بن عماره. لا هذا الحاج سعد. كامينيو خطا. السامع من هنالك الى امير يحيى. امير يحيى رجعها الى روفا بلايد يتلاعب. امير الى من؟ رقم 22 يرجع الى من هنالك الى غاده بن جاره الى الحاج سعد. غاده هرب، غاده زاد، غاده تدخل، مازال محافظه على صحه بدنيه كبيره. هذا اللاعب العديد من الانديه
بعد غير لعب من بداية المباراة 0 مقابل 0 الاتحاد السوفي واتحاد الحرش. تغييرات كبيرة جراها الناخب الوطني رضا بن دريس من خلال مقارنة بالمباريات الماضية. نعم في شوط السيدين بطبيعة الحال. ياسين بن عمارة من أولئك، لكن خطأ يقول سيدي الحكم، خطأ لصالح اتحاد الحراش. صديق لاعب منذ بداية المباراة الدقيقة 9 من عمر المباراة 0 مقابل 0. أسأل اللي يقول سيد الحكم لصالح الاتحاد السوفي. Thank you.
غير الدقيقة تشير إلى الدقيقة 16 من الشوط الأول، هدف مقابل صفر لنادي الاتحاد الرياضي السوفي المستقبل في مركب الرياضي الشط. مباراة أكثر من رائعة يقدمها شبان رضا بن دريس. الهدف كان عن طريق هادف مليك، هدف أكثر من رائع، هدف من تصويبة صاروخية سكنت الشباك. بالطبع هادف مليك يعشق هذه الأهداف. تحية إلى المشاهدين تاعنا كامل، كل من يتابعنا عبر صفحة قناة التحرير. نذكر دقيقة الآن، دقيقة 17 من الشوط الأول، مسجل هدف يا أمجد هو هادف مليك. اتحاد الحراش الفريق العريق جدا الآن يتلقى هدف في ملعب المركب الرياضي الشط من طرف الاتحاد الرياضي السوفي. لحد الساعة أشبال رياض بندريس متحكمون في المباراة. ياسين بن عمارة، ياسين يخترق، يمشي ياسين، هدف مليك، هدف مليك، روديغير، عبد السلام روديغير، أنور، أظن مخالفة، الحكم لا يصفر. نعم الروفة يلعب اليوم مروك ظهير أيسر تقريبا أو ظهير أيمن عفوا، يلعب 3-5-2 رضا بن دريس. تشكيلة مغايرة جدا في حالة الهجوم، وفي حالة الدفاع يرجع إلى 4-3-3. ناصر حاج سعد وأمير يلعبوا كرة هائلة، وقوة الفريق السوفي في وسط الميدان. نعم تشكيلة يخصها اللاعب القائد حسين بارح الذي غاب بسبب الإصابة، طبعا متواجد مع الطاقم هنا ومع الفريق. ها عبد الرؤوف لمن يسأل، عبد الرؤوف بن عيد، رؤوف إلى أنور، أمير، هذا هو أمير لاعب وسط ميدان. نعم في بعض الأنصار اللي جو من اتحاد الحراش يعطيهم الصحة، حضروا مع فريقهم، ساندوا فيه حوالي 200 مناصر. كرة عند روفا، روفا، روفا يدخل، يدخل، يتوغل، والآن الهدف خطيرة جدا، لكن ناصر أو عفوا باسي يضيع الهدف الثاني. يلا يا سيدي. اليوم يلبس شارة القيادة أنور ميدون. أنور ميدون يسقط أرضية الميدان، إن شاء الله سلامات يا أنور. دقيقة لحد الساعة، دقيقة 21 من الشوط الأول، نتيجة 1-0 لصالح الاتحاد الرياضي السوفي المستضيف. إن شاء الله سلامات اللاعب أنور ميدون. حماة
الجمعيه المدنيه تقوم باخراج اللاعب المهاجم قائد فريق انور ميدوني خارج الملعب ان شاء الله سلامات بعد سقوطه داخل منطقه الجزاء. نعم انصار اتحاد العشاش عفوا اتحاد او انصار اتحاد الحراش حمى العشاش حمى هيج في حركات الأكثر الكرة إلى خارج الملعب أمير يطلبها هادف هادف يروح يا الله والحكم يقول تسلل على اللاعب ياسين بن عمارة ياسين بن عمارة لاعب شاب وله مستقبل واعد بإذن الله نتيجة هدف لصفر مقابل اتحاد الرياضي سوفو الذي سجل الهدف في الدقيقة 15 من الشوط الأول دقيقة الآن 25 تقريبا منتصف الشوط الأول بملعب الشط بولاية سلوان
الاتحاد الرياضي السوفي اذا حب يحافظ على النتيجه ويدخل الشوط الثاني باريحيه يكمل يسجل الهدف الاول. مدام اتحاد الحراش لحد الساعه تلعب بدون تركيز وعدم انسجام رغم ان الظروف كلها ملائمه والجو اكثر من رائع. يلا ياسين، يلا مسك ياسين، هدف هدف روديغير، روديغير امير كان بالإمكان أفضل مما كان مثل ما يقال. عبد السميع روديغير ضرب الكرة خارج المرمى، كان يفكر بين التسديد وبين التمرير لزميله فاختلط عليه الأمر ورماها فوق المرمى. الدقيقة 28 من الشوط الأول، نتيجة خويا جمال هدف مقابل صفر للاتحاد الرياضي السوفي، متفوق الاتحاد الرياضي السوفي في ملعبه بهدف منذ الدقيقة 15 من إمضاء اللاعب مالك هاد. النتيجة دقيقة 30 من الشوط الأول، فوز أو تفوق الاتحاد الرياضي السوفي بهدف أمير، والهدف الثاني كاد يكون يلعبها إلى غادة بنجارة،
غادة بنجارة، أمير أمير إلى الحارس كاميني حارس الأكثر من رائع، نصر حج ساعد أو الناصر، ناصر إلى من؟ إلى أمير في وسط ميدان لاعب رائع جدا، كاميني هدف مليك يظهر أمامنا في الشاشة المدرب رضا بندريس الخبرة الذي الآن يشرف على العارضة الفنية لنادي الاتحاد الرياضي السفلي. مخالفة في تنفيذها سي بن عمرو غادة بنجارة كاد أن يسجل الهدف الثاني، مناوشات خفيفة بين عبد الرؤوف العيد وغادة بنجارة لكن إن شاء الله لا بأس، سلامات. كاد أن يسجلها غادة بنجارة، كاد أن يسجل الهدف الثاني. ركنية رقم 5 الآن لصالح الاتحاد السوفي. تسلم أو ماذا؟ تعاد تعاد يقول سيد الحكم الركنية، تعاد تعاد الركنية. هدف يسعد زميلية الركنية، شاركونا هذا المثال او ثاني طاق. يلا هذه ركنية طويلة، خرج الدفاع خرج الدفاع خرج الدفاع. واحد مقابل صفر لفريق الاتحاد السوفي.
سجل هدف ملك هدف بطبيعة الحال. يلعب تشكيلة ثلاثة خمسة اثنان اليوم رضا بن دريس، تشكيلة مغايرة تماما لمقارنة بالمباريات الماضية، واحد مقابل صفر يا كيمو. ضيعت يا نور يا ميدون، وش ضيعت كذا يسجل هدف الثاني وخلصنا نور ميدون، نريحوا بالهدف الثاني والله يرتاحوا بالهدف الثاني. واحد مقابل صفر لصالح الاتحاد السوفي امام الاتحاد الحراش. ما شاء الله يا أمير، ما شاء الله عليك يا أمير. منطقة صفراء ولا يشير الحكم في هذه المباراة؟ إن شاء الله لاباس يا روديير، إن شاء الله لاباس يا روديير، إن شاء الله سلامات، إن شاء الله سلامات. أنور ناط سلامات، إن شاء الله أيضا روديير ينظرنا سلامات. صحتك يا عمي عبد السلام. كم يا عبد السميع، لعب من انطلاق المباراة 5 دقائق تفصلنا عن نهاية هذا الشوط الأول. سينما والله الشوط الأول، سينما من طرف شبال رضا بن دريس، طويلة من هناك إلى أنور ميدون،
أنوري بعد بنو لي بطريقة خافية. الحاج سعد يرجعها للبنجارة بنجارة إلى أمير يحيى أمير إلى الروفة روفة إلى ملك هدف هدف يبعد عن المساندة في الجهة اليسرى من ملك رجعها إلى الروفة روفة بليد طويلة إلى أنور بدون الأسمر الآخر ناصر هذا صغير اللي تحت في ناصر رجع من ملك يعطيها إلى غادة بنجارة واحد مقابل صفر لحد الان لفريق الاتحاد السوفي كرة من هنالك يا ناصر انور ميدون كاد يسجلها هذا انور ميدون شكرا سلامات حافظونا على الهدوء حافظونا على انفسكم حافظونا على سلامتكم هي تبقى مباراة من مباراة كل قوة وكل حرارة خرج عبد السامع تعيدنا لك مكمل كل مرة وشاف الآن عبر هذا البث المباشر دقيقتين تفصلنا عن نهاية الشوط الأول يلا غايب كمين وين يجي كمين تملنا في الشوط الثاني السفير 44 دقيقة لعب من عمر الشوط الأول واحد مقابل صفر لصالح الاتحاد السوفي مسجل هدف ملك هدف فريق الاتحاد السوفي في هذه البطولة أمير يحيى من هنا لك لعب السامي مقطوعة وتمس إلى ملك هدف هذا الملك هذا الساحر هذا بالدوسر والله بالدوسر هذا عبد الرؤوف وعبد السلم تسلل يا سيد الحكم الحمد لله الحكم دقيقتين وقت بدل من الضائع
من منكم شاهد التسلل يا جماعة؟ وين كان المتسلل هذا؟ بعد سويل. نعم بعد سويل. طبعا فريق الاتحاد الحراشي من أعرق الأندية الصوفية، أظن أنه من عام 35 منذ نشأة هذا النادي الأكثر من رائع، نتمنى له التوفيق إن شاء الله. ولكن من الأندية الجزائرية طويلة بعيدة بعيدة منك يا مليك، ضربت المرمى كم مضافة دقيقتين بدل من الوقت بدل من الضايع. تحياتنا ليك يا يوسف، يوسف هذا متابعنا ربما من الحراش. صفر الحكم نهاية المباراة. مستمعينا مشاهدينا الأفاضل في كل مكان، نهاية الشوط الأول، لحظات ونلتقي معكم مع بداية الشوط الثاني. الاتحاد الحراش الاتحاد السوفي 1-0 نهاية الشوط الأول. شكرا لكم على حسن الإصغاء والمتابعة، لحظات ونعود إليكم.